خوامي جوج ميتر ونص على جوج ميتر ونص، الشبكة دو بياس، حاجة مليحة جديد. خواتني مصيني على المستعمل، خوامي مستعملين راه ما كنلقاش، كنلقى غير ديك شي حالته ولا حاله كيكون هذاك، اضطريت نجيبكم الجديد اللي عاد مخيط. وانا ما التشكيلات رائعه ما شاء الله، الشبكه ديالهم روعه، هاد التشكيله ديال يعني الخوامي ما شاء الله فنين. هادو كاينين جوج من هاد اللون ديالهم بيض بلون كاسي بيض، الشبكه الفوقيه والشبكه التحتيه كيجيو ما شاء الله. يا سلام، هانتوما الشبكه الفوقيه شو كي دايره وتقيقل، واخا مثلا هما شبكه كتحسي بهم تقالين في يدك، شو ما شاء الله كي دايرين. جين كيجيو حلواف ما شاء الله في الشريجمات، شوف كي دايرين كيجيو كيحمقوا. تبارك الله، هادو موصيني بزاف الناس على هاد التشكيلات. هادو راه يجيو مع ديك البروكار، اللي بغات تاخد البروكار وتاخدهم، راه البروكار اللي فيهم البيض راه ها هما البروكار. انا درت لكم غير مخدة في الكرونه، موراهم جاو كيحمقوا بحال جايين اسورتي معاها جوج خوامي. السولد نتاع كل خامية وحده، يعني كل وحده 400 درهم، يعني بجوج 16000 ريال. دائما مع التشكيله ديال البروكار جديد، هذه 5 متر ونص و60 و6 الخطيات، يعني هذه كتلمط سيجور، اما يعني 3 متر تخليوها بوحدها و2 ونص بوحدها، ولا مهم لكم كامل نظر على حساب شحال عندكم في السدادر. كيلبسوا جوج سدادر ديال السيجور، ستاري كبير وستاري صغار. هادو السولد ديالهم 700 درهم 14000 ريال. البروكار النوع الممتاز الجديد بثمن مستعمل، البروكار الذوق الرفيع، الناس اللي عندهم سيجور صغير فيه جوج سدادر، ها هو البروكار للسيجور. الاغلبيه الساحقه كيطلبوا لي البروكار للسيجور. شو ما شاء الله، شو كي داير ما شاء الله، بروكار مرصع مسقلي، خديه مختلفة على الكميطة، فيه الدوغي والباج مغلوق، شو ما شاء الله اللوينات اللي فيه، شو تشكيلة زوينة. يمكن لكم تزيدوا اللي شاطلو التوب ولا شي حاجة تزيدوا المينيات. قلنا الثمن ديالهم 800 درهم 16000 ريال. كما الأغلبية موصيني جوج خوامي الذوق رفيع، فيهم التكرير ديال